نعم المنقلة هذه نشوفوا نجموا نشوفوها في الفيديو ولا حاجة، شوفوا كيفاش المنقلة هذه. نوريكم اي جدي يا سي ايمن. الله الله، هاي المنقلة اللي وصلتنا هذيك هي اللي تراو فيها. هاي المنقلة وصلتنا كيما هذه، دونك الكوموند جات اليوم ما في بالهمش بينا تلفزة بيان سور. ايوا رحمة. وباش نشوفوا اسكو كيما كيما هبطت التصوير ولا لا يا سفيان. اخي تمشي تو هيك تمشي شوفها باللي هز هز، مش تصور برك صور هز وراي سفيان مثلا. تفضل سي وليد، انت ادرى من الراجل. قديش هذه المقالة؟ تمشي هاي تمشي ترى خلينا نشوف معاكم. ترى عاطيه الوقت تصويرك انا انت. اي هذيك اللي في التصويره ورينا اللي في لا امشي جيب لك السيد كاميرا مان. ايمن اسمه مش سيد. سي دايما. قديش المنقلة هذه؟ تمشي بلا جملة. هذه ب 27 دينار. تذكرها ما ترانا هذيك كنا صغار نشريو منها 3000 و 500. تزيد تحط الوقت ما تعجبش. هذه في السوق ب 5000. شوف اي كي تجيك الليفريزون ب 27 دينار. قال هو قال ووتر ريزيست هي. اي ترى خدمها وجرب حطها في الماء. تخدم تو. تخدم. مو حسب الاشياء ما شبهش اصلا الاشاره. اي. معناتها ب 5000 تتباع. ايش هي؟ شويه. ايوه شويه. لا عاد خليها شويه في الماء. باهي. خليها غادي في الماء. مش تعوم دقيقه. مش تعوم. التصوير سيب شويه. بمعنى اي واحد ينجم يبيع اي حاجه ما غير الاوراق لا فاتورات لا حد شيء. الزبون الافتراضي في تونس ليس محميا كما برشا دول، وهنا احنا ديما كي نحكي ونحب ندعي الدوله باش تحمي. بمعنى التجاره الالكترونيه هل هي تسهيل للمعلومات ام باب للغش؟ بمعنى بيع اي حاجه باي سوم، حاجه ب 5000 بيعها ب 27. من با نفس البرودوي اصلا. اي معناتها البرودوي. دونك في فرنسا مثلا ونعطيك مثلا تحكي مازالوا اربع دقائق. اي ارتيكل تشريه من الانترنت فما مواصفات لازم تطبق، ما يتطبقش المواصفات الدوله تعين لك محامي باش ترفع انت قضيه. واذا معناتها باش تشكي بهم وتاخذ تعويض اذا هما ما حبوش يرجعوا لك الدوله. في الامارات فما تطبيقه خاصه بشكايات من نوع هذا، تشكي به وتتحصل على تعويض عادل على الاضرار اللي تلحق بك وباموالك جراء السلعه اللي تم استخدامها. هاوش نقصد؟ خويا تبيع حتى كعبه حلوه، باتيندا، شريكه، فاتورات، منين شريتها، منين كذا، لابد من المحاسبه. راهو عندنا تسيب كبير، فما ناس تبيع يعطيهم الصحه، ولكن نحكي عن الناس اللي تاخذ منقاله ب 5000 تبيعها 25 دون فاتورة ودون حساب ودون أي شيء. مطران احكي لنا بصفة عامة. نوفل أنا جربت التسويق الإلكتروني مرة واحدة وغشوني مرة واحدة. شريت صباط ريته منظره جميل صغير قد ساقي، وقت لجاني صباط قد الطاولة هذه، لبسته مرة ما نجمتش السوق به الكربة والله يصدق. خذيته للعائلة أنا ملوح. واسمع وإذا عجبك رخصه لوحوا الكل بالتسويق. ما عادش في التسويق الإلكتروني. هذوما ناس متحيلة ورا شاشات يا نوفل. المشكلة فين؟ اللي جاب لك السلعة يا آية يعطيك السلعة ويقول لك لا ما لازمك تحل سير بلاس. مفروض أنت تشد السيد هذاك. شوف سير بلاس ما كنت جبت ولا أنت مسؤول يا أخويا. من نحل وبعدين نخلصك إذا مطابقة المواصفات ولا. نخلصك ماش مطابقة المواصفات ترجعها منين كانت. أحنا يا سي نوفل حتى منظمة الدفاع عن المستهلك وقت لا تمشي تشكيلها تقول لك انا ما عنديش دخل فيه. ما تمش قانون باش نرجعوا له بعد الفاصل نكملوا فيه، ولكن احنا مانيش تاع منظمه دفاع المستهلك. لابد من تنظيم القطاع. انت تبيع حتى تبيع ستيلو ب 200 فرنك لابد من طريقه نتاع انك تبيع فاتورات. لابد ان الدوله تحرص على هذا. وقت عنده فاتوره ودريسه وكذا نجم نحاسبه ونرفع به قضيه. فما بديت ترخ يا فاصل حتى تونس الليل ونص. يلا فاصل ونرجعوا لكم. هذه ديما لاباس تتفرجوا فينا على تلفزيون تي في، تسمعونا على الديوان.